وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من النجف حسام الكعبي. حسام، أهلا بك. بداية صف لنا يعني أجواء الأسواق اليوم. نعم يا ديار، بالفعل يعني أجرت يو تي في عدد من الجولات خلال اليومين الأخيرين. استطلعنا من خلال هذه الجولات آراء المواطنين والتجار وحتى خبراء الاقتصاد والمسؤولين الحكوميين في النجف. الجميع ربما اشترك في مطالبة الحكومة العراقية أن تجد بدائل، لأن يفسر خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، طبعا بعض المواد الغذائية ارتفعت بنسبة حتى أكثر من 100%، وهي مواد أساسية يحتاجها المواطن النجفي والعراقي بشكل يومي. الكل اجتمع على أن الحكومة يجب أن تفتح أبواب الاستيراد من دول أخرى، لأن نسبة كبيرة من استيراد يعني المواد الغذائية الأساسية هي كانت تأتي من دولتين الآن تشهد يعني حرب، هي أوكرانيا وروسيا. الأزمة أيضا يتحدثون على أنها لم تشمل العراق فقط، بل شملت دول المنطقة وحتى دول العالم بضمنها أمريكا وروسيا إلى آخره. لكن المواطن البسيط يا ديار لا يعرف هذه التفاصيل، هو يريد أن تجد الحكومة بدائل له. حتى يوم أمس عندما أعلن رئيس الوزراء إطلاق منحة إلى الموظفين، حسام، وهنا أود أن أسألك في إطار هذه المطالبات والبدائل. حسام، يعني الحكومة كما أيضا قلت بأنها قررت يوم أمس صرف منحة مالية قدرها 100,000 دينار، حدثني عن الشارع النجفي، كيف تلقى هذا الخبر؟ نعم يا ديار، يعني الشارع النجفي هو جزء من الشارع العراقي. يعني يوم أمس واليوم تحدثنا مع المواطنين والموظفين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، يقولون أن الحكومة قامت برفع سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي نحتاجها، إضافة إلى الارتفاع العالمي الذي تشهده كل دول وبلدان العالم. المواطن العراقي والموظف يقول أن الحكومة استقطعت أكثر من 30% من رواتبهم الشهرية، لذلك هذه 100,000 لا تعوض الخسائر التي تكبدها المواطن، أيضا لا تكفي لسد حاجة ما يحتاجها المواطن والعائلة العراقية، خصوصا وهو على أبواب يعني قدوم شهر رمضان المبارك. المسؤولين في النجف رافقناهم يوم أمس في جولة على تجار الجملة، كان محافظ النجف ومدير الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي أيضا كان يرافقنا في الجولة التابعة إلى مديرية الأمن الوطني. تحدثوا مع التجار واستفهموا عن أسباب ارتفاع هذه الأسعار. توضح لنا أن تجار الجملة في النجف هم أيضا لا يتحكمون بالأسعار، هنالك أيادي تقف وراء يعني تخزين المواد الغذائية والتلاعب بأسعار السوق كما يعني تقول الحكومة المحلية، إضافة إلى وزارة التجارة. تحاول السلطات هنا أن تسيطر على وضع السوق، تحدثت مع التجار أن يعني يوزعوا بضاعتهم وأن يعني يصرفوا بضاعتهم بالأسعار السابقة وأن يبدأوا مرحلة جديدة لتفادي نعم حسام الكعبي مراسل يو تي في، كنت معنا من النجف مباشرة، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا.